تتوقع نجاح المؤتمر الاقتصادي؟ والله يا فندم الظروف الحاليه اللي البلد يعني مر بيها ربنا يعني السرعه على البلد، لان بعض البلاد اللي بنشوف فيها برضه ضرب هنا في داعش يعني سوريا والعراق واليمن، الحاجات دي بصراحه برضه بتقلنا احنا ناس مسلمين وتهم الامه العربيه كلها. حقيقه ان انا شايف ان المؤتمر ممكن يعني من 80 ل 70% ممكن يعني 70-80% يعني ان شاء الله يعدي بخير، لان الشرطه برضو عامله اللي عليها وزياده، هي والجيش المصري ربنا يحميهم يا رب ويحمي شبابنا باذن الله. يعني مصر تقدم الامام على طول يعني في اقرب وقت، لان الشعب نفسه عايز يبقى حاجه. انا اعتقد بنظر المجهود اللي بذله داخل على وزاره الزراعه السيسي والرئيس الوزراء ابراهيم محلب والوزراء المعنيين بالموضوع بذلوا خلال الايام والشهور الماضيه جهود مضنيه، ورغم التفجيرات والقلق اللي في مصر، لكن اتوقع نظرا للمجهودات ونظرا ايضا ان العالم عارف قيمه مصر وعارف انه نهوض مصر ده هيكون له كبير اثر على استقرار الشرق الاوسط، فاتوقع من هذا المنطلق اتوقع ان شاء الله نجاح المؤتمر الاقتصادي، خاصه انه رئيس الوزراء اعلن من يومين انه اكثر من 60 دوله او 65 دوله بالتحديد سوف يحضرون هذا المؤتمر. ان شاء الله مؤتمر هينجح من بلد هتطلع لو في ايه والدنيا تبقى حلوه الحمد لله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالرغم كل شيء هيبقى تمام والدنيا هتبقى تمام قوي بالحمد لله. بكده السيسي والله ربنا معاه والله يكون في عونه، ورئيس الوزراء اللي بيشتغل ده احنا مش عارفين نعمل معاه ايه والله، الله يكون في عونه، هم اللي شغالين وان شاء الله هتبقى تمام معاهم. هينجح طبعا طبعا، احنا طول ما احنا معانا ربنا ما حدش هيقدر علينا، ومصر دي ام الدنيا فما فيش حد هيقدر على مصر خالص الحمد لله. يعني ممكن الله اعلم يبقى في نجاح، بس انا يعني مش شايف خلال الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي يعني إن ممكن يبقى فيه، بس يعني واحد يتمنى ان هو يبقى فيه نجاح ان شاء الله. طبعا الجيش ربنا يوفقه بافراده كلها اللي هم اولادنا، يوفروا بقدر المستطاع وان شاء الله ربنا يعينهم وهينجح المؤتمر بفضل الجيش الاول والشرطه معاهم كلهم اولادنا، اتمنى انهم ربنا يحفظهم ويوفقهم ويوفقهم في الامن بتاع المؤتمر، واتمنى ان المؤتمر ينجح والمشروعات اللي متقدمه دي والموضوعات الاقتصادية زادة جدوى، مش حاجات تقليدية. العالم دلوقتي بيتقدم وعايز حاجات يعني موضوعات تتقدم بمشروعات ضخمة جدا، وانا اعتقد ان المسؤولين في الدولة دلوقتي بقى على مستوى فكر يعني عارفين الشعب بقى محتاج ايه. ان شاء الله ينجح بإذن الله لو التحضير له كويس وعامل استعداد له كويس ان شاء الله بإذن الله. رغم الانفجارات اللي احنا فيها باذن الله ورغم المشاكل الامنيه اللي احنا فيها باذن الله بتضافر الجهود سواء الدوله سواء المؤسسات غير الحكوميه باذن الله ونضرب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب حتى يقدروا مصر هينجح المؤتمر هينجح المؤتمر. والله حضرتك الشرطه والجيش بامر الله مأمنين الدنيا تماما ومسيطرين على الوضع هناك في شرم، وان شاء الله على مستوى العالم كل الدول كلها عارفه بامر الله ان هي مرحله وهتعدي وبامر الله يبقى خير بامر الله. الامر الاقتصادي نقطه فارقه في تاريخ مصر ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق باذن الله، والتوفيق لمصر، وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر.